منذ احتلال فرنسا الجزائر سنة 1830 لم تهدأ الثورات في البلاد، وكان من أبرزها ثورة الشريف بوشوشة. وبوشوشة هو محمد بن التومي ابن إبراهيم، ولد بمنطقة الغيشة عام 1827 لأسرة فقيرة ومتدينة. حفظ القرآن في سن مبكرة وعمل في الرعي وأتقن فن الفروسية، فلقب ببوشوشة. في شبابه امتهن العلاج بالرقية الشرعية ما استدعى تنقله بين المدن والقرى، فساعده ذلك على التحضير لثورته. اعتقلته فرنسا مرتين بتهمة إثارة الفوضى عبر الوعظ الديني، لكنه هرب من السجن عام 1862 وشارك في ثورة أولاد سيدي الشيخ، غير أنها لم تنجح في انتزاع الاستقلال. توجه بعدها إلى الصحراء رفقة أتباعه من الفرسان، استقر في تخوم مدينة المنيعة وعمل على تشكيل جيش قوي ومنظم. انتقل لاحقا إلى نفطة التونسية لجمع السلاح لثورته، ثم عاد إلى الصحراء، وهناك انضمت إليه قبائل جزائرية أهمها قبيلة الشعانبة. في سبتمبر عام 1869 بدأ بوشوشة بضرب الاحتلال في عين صالح، استهدف الجنود وأعوانهم من العملاء، مجبرا إياهم على الانسحاب من عدة مدن أهمها ورقلة وتجورت والمنيعة، أبرز مركز عسكري فرنسي في الجزائر. وبفضل مقاومته الباسلة حرر بوشوشة مناطق شاسعة جنوب الجزائر، متأسيا بتكتيكات الأمير عبد القادر عبر كسب ولاء الطرق الصوفية وتوحيد القبائل وتأسيس عاصمة متنقلة. ومع قدوم الجنرال دولاكروا إلى ورقلة عام 1872 بدأت ثورة بوشوشة في الأفول، جراء استهداف المدن والقرى الداعمة له والتنكير بأهلها، إلى أن سقط هو وجيشه في فخ الفرنسيين الذين أحرقوا عاصمته، فتفرق رجاله وظل يقاتل رفقة قلة منهم حتى أسر عام 1875 ونفذ فيه حكم الإعدام.